التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار وهذا الانطلاق على أرضية ميدان المرموم. انتهت أشواط المفتوحة، بدأت أشواط الانتاج والمنتجين لنبدأ فيها جولة جميلة ورائعة مع هذه الانطلاقات. تبدأ بالذلل الأصايل المحليات الحول في أول أشواط الانتاج والمنتجين في هذه الشعارات والأسماء العملاقة لنسير مباشرة ونبحر في عمق الميدان مع المراكز الأولى، وهذه تتقدم المسار. العزرة 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 بالمركز الأول، العزرة والمغربي على الخد، سايل سايل وخد العزرة هينير الذير من صوت الرسايل والطير كيف يفل طير. نسير مع المركز الأول وننطلق مع العزرة لسالم راشد بن سيف الشاوي الغفلي، تتقدم للحول الأصايل المحليات وتقودهم بعد الانطلاق، بينما شواهين سويدان بسعيد بن حضير ملكتبي تاتي في المركز الثاني وتندفع باحثة عن الفوز وناموس، بينما المركز الثالث هذه الذيبة لحمد بن محمد بالضبي بالمرر تتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع وصلت لريمة لحمد بن علي بن محمد النعيمي يقدم ريمة على المركز الرابع في هذه اللحظة، بينما المركز الخامس خامس المراكز، وهذه دمعة هذه دمعة هادف بن خليفة بن سالم بسهيل الخيلي يقدم دمعة التي تنطلق في هذه اللحظات، بينما هناك أيضا الشاهينية الشاهينية غاصب بن محمد بن خيله العفاري يتقدم في هذه اللحظات على المركز السابع، بينما المركز الثامن شعار حليس بن راشد الكتبي في هذه اللحظات، وهذا الاندفاع، وهذه منصورة حليس بن راشد بن حليس الكتبي يقدم منصورة على المركز السابع تقريبا، نعم السابعة، أما المركز الثامن مع بندري، وهذه كفاية نعم لأحمد بن سالم بندري تتقدم على المركز الثامن والمركز التاسع. عندك يا بالخرس هذه الذيبة لحمد بن سالم بن علي بالخرس الكتبي في المركز الثامن المركز التاسع، وصلت لمياسة لعبد الواحد بالخزع العامري، والمركز العاشر هذه ظليمة لغانم بن مسفر بن غانم المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار وهذا الانطلاق الجميل في الأصايل في الانتاج والمنتجين في هذه التحديات في هذه الأثارة مع الحول الأصايل الذي قدمت إنجازات، قدمت الكثير من التحديات، سجلت أسماها بحروف من نور بحروف من ذهب في عالم الأصايل، تمسكوا بها الملاك والمضمرين في هذا المسار حتى وصلت إلى هذا السن، سن الحول الذلل الأصايل في هذا المسار. عودتنا مرة ثانية بعد أن أكملنا النداء للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار، نعود إلى تبادل المراكز، نعود إلى التغييرات، ولكن لا زالت الأمور، لا زال المسار تلقائي وذاتي لأنها 8 كيلومترات طوال، يبن تأني، يبن ركود، يبن متابعة، يبن تركيز عالي المستوى. يا سلام يا سلام، عموما على كل حال بنعود إلى المراكز الأولى والثنتين اللي ما بينهن التنافس بن حضير وكذلك اللي هو بالشاوي، بالشاوي وبن حضيرم يتنافسون يقدمون لنا شواهين بن حضيرم السويدان بن سعيد بن حضيرم الكتبي، وكذلك يقدمون لنا هذه هي عزرة بالشاوي سالب راشد بن سيف بالشاوي الغفلي على المركز الأول والثاني، الثنتين في صراع مرير من البداية على المركز الأول والثاني، بينما المركز ثالث المراكز، وهذه الذيبة لحمد بن محمد بالضبيب المرر يتقدم بالضبيب على هذا
المسار وهذا الانطلاق على المركز الثالث بينما المركز الرابع هذه الشاهينية قاصب بن محمد العفاري يتقدم مشاهدينا الأعزاء على المركز الرابع في هذه اللحظات بينما المركز الخامس يا سلام بدأت التحركات بدأت الأسماء الخلفية تأتي إلى المقدمة وهذه مياسة عبد الواحد بالخزاع بالعث العامري أبو مبارك مركز في مسار الشوط ومسار الانتاج المركز الخامس المركز السادس عفوا عندك يا النعيمي عندك يا النعيمي ريما حمد بن علي بن محمد النعيمي يقدم ريما كذلك في هذا المسار مع المركز السادس والمركز السابع وهذه كفاية تأتينا فالمركز السابع تندفع كذلك باحثة عن الفوز الناموس يركز ابو حمد سالم بن حمد بن دري الفلاحي في مسار الشوط ويحسب الامتار لانتزاه الفرصه في المكان المناسب والجميل هناك رقم 15 اللي تدخلت على المركز الثامن وايضا في طريقها الى الناموس والى الفوز وهذه الذيبه لهادف بن مسلم بالزفنه العامري يتقدم كذلك بو مسلم يتقدم في هذا الاندفاع والانطلاق مع مسار الشوط بينما هناك المركز التاسع من على بعد شاهد المركز التاسع هذه دمعة لهادف خليفة بن سالم السيل الخيالي والمركز العاشر إذا بتسايل لي شوية الجمري بنشوف العاشرة بنشوف العاشرة المركز العاشر لنكمل ندانا بالمركز العاشر الظاهر انها رقم 5 هذه مهنية لمحمد بن خليفة بن قحيد المهيري اللي يقدمها في هذا المسار هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط على الكادر العلوي مع مخرجنا شاهد هذا المسار ذعناها مرة ثانية عدناها للعشر إلى مسامعكم وحضراتكم في هذا النقل الحي المباشر من شاشة دبي ريسنج في مؤسسة دبي للإعلام في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع عودتنا مرة ثانية لنصل إلى مضيق العبور وإلى 3 كيلومترات وحزام القابات على اليمين بأجمل الأصوات والذكريات مع هذه الانطلاقات في ميدان المرموم وتحفة الميادين بدت الأمور بدت حتى الأصايل تحركت زادت السرعة يعني 5 كيلومترات انتهت تبقى 3 كيلومترات وأقل من ذلك والسيطرة عندك يا بن حضيرم يا سويدان شواهين سويدان بن سعيد بن حضيرم الاكتبي يتقدم بالمركز الأول يقود مسار الشوط ولكن الملاحقة واردة شوف اللي بدت بحركة الشوط الشاهينية قاصب بن محمد بن خيلة العفاري راحت سرحت على المقدمة راحت بالمركز الأول وعبد الواحد واصلنك يا العفاري دير بالك كل الأسماء واصلة الشعارات بدت الأصايل انطلقت في أول الانتاج والمنتجين مع هذه الانطلاقات في أول الأشواط الانتاج في الأصايل المحليات المركز الأول بعود من البداية مع الشاهينية غاصب بن محمد بن خيلة العفاري تسيطر على مقدمة الشوط وتقود المسار المركز الثاني شواهين سويدان بسعيد بن حضير ملكتبي المركز الثالث وهذه مياسة لعبد الواحد بالخزع بالعثة العامري تتقدم على المركز الثالث نشوف الرابع ناقة بن قحيد وصل في هذه اللحظات وهذه مهنية محمد بن خليفة بالهول بن قحيد المهيري يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع يا سلام يلا حرك وجاوز هناك اسماء هناك شعارات شوط الانتاج والمنتجين ايضا يحمل اسماء انصالت وجالت يحمل شعارات ويحمل اثار جميلة
لا زال العفاري، العفاري مسيطر مسيطر على مقدمة الشوط، غاصب يا غاصب مركز، ذلول لها انجازات لها تحديات مع لوحة الاعلان، يروح بالمقدمة وبالمركز الاول، هذا غاصب بن محمد بن خيل العفاري، ولكن بدأت التحركات، بدأ سويدان بن سعيد بن حضيرم وبدأ عبد الواحد بالخزع العامري، بدأت الامور، بدأت التحركات، بدأ الكيلو الاخير، الكيلو الاخير في شوط الانتاج والمنتجين، المسار جميل، الكل باحث عن الناموس، باحث عن الفوز، ونسير ونعود مع العفاري مسيطر، الشاهينية غاصب بن محمد العفاري تسيطر على مقدمة الشوط، ولكن عبد الواحد مع مياسة، عبد الواحد بالخزع العامري مع مياسة ومبارك ومركز، سويدان بن حضيرم مع المركز الثالث، وعنده شواهين ووصلت رقم 25، هذه دمعة هادف بن خليفة بن سالم بن سهيل الخيالي، ووصل بالخرس ووصلت مشاهدين الأعزاء ملهمة علي بن سالم بالخرس، ولكن من الجانب الآخر الخيالي راح بالناموس، انطلق مع هناك وين أهالي أرماح، الخيالي راح لأهالي أرماح، الخيالي راح لأبو سمرة مع هذه انطلاقات، وعبد الواحد ما طاع بمبارك، التنافس ما بين الثنتين، ما بين دمعة وما بين مياسة، مياسة ودمعة أهالي الجنوب، أهالي المصانع، تهانينا عبد الواحد بالخزع العامري على فوز مياسة وانتزاع الناموس بالمركز الأول، بينما المركز الثاني دمعة لهادف خليفة بن سالم الخيالي، المركز الثاني وصلت في الشاهينية لغاصب بن محمد العفاري، المركز الرابع اللي وصلت اللي هي ملهمة لعلي بن سالم بالخرس، المركز الخامس شواهين سويدان بن سعيد بن حضيرم. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. التوقيت الزمني مشاهدين الاعزاء، وهذه مياسة في توقيت زمني 13 دقيقة 11 ثانية، سبع اجزاء من الثانية، تهانينا عبد الواحد بالخزاع العامري، وسلام مبارك لاهالي الوقل في هذا الصباح، وهذا واهالي زاخر كذلك بهذا الناموس وهذا الانطلاق. المركز الثاني 13 دقيقة 12 ثانية بالوفاء والتمام اللي حلت في المركز الثاني لهادف بن خليفة بن سالم بسهيل الخيالي، بينما المركز الثالث 13 دقيقة 13 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس الشاهينية لغاصب بن محمد بن خيلة العفاري.